القبضتين المدمرتين الصاعقة القارمائية الضربة المزدوجة. سأسحقك يا ماجد. لقد سحقتك أخيرا. الرنين المغناطيسي. إذا أنا قوي جدا إذا خلصت يا خسارة. حلوة قوي الملاهي اللي كنا فيها دي يا ماما. دي مش ملاهي، دي مستشفى. مستشفى تعالج العيانين. انا عايز العب في العيانين. اقول لك ايه، اللي انا شفته جوه ده انا مش عايز اشوفه في حياتي تاني، انت فاهم ولا لا؟ بص، انت لو بقيت شاطر كده هجيب لك شوكولاتات وحاجات حلوه كتير، اتفقنا؟ بجد انا بحبك قوي يا ماما. بقول لك ايه، انا مش ماما، انا مش امك. وانت بتزعقلي ليه وانا عامل حاجه؟ لا طب ما تعيطش والنبي، انا والله نفسي اساعدك بس مش عارفه اساعدك ازاي، يعني ولا معاك رقم تليفون ولا عارف فين اهلك ولا حتى معاك بطاقه. انا صغنن مش معايا بطانه. بطانه ايه؟ بس بتزعقلي تاني ازاي؟ انت مش بتحبيني. بحبك ليه يا ابني؟ مش بتحبيني. طب بس خلاص خلاص خلاص، انا بس عايزه اعرف حاجه واحده، فين اهلك؟ ما انت ماما اهو. انت ماما اهو. انت ماما اهو. هي ماما اهي. انت ماما اهو. ايه يا ماما، ايه انت يا ماما؟ بس يا حبيبي عشان الناس. كنت حاسة بالذنب وتأنيب الضمير لأني كنت السبب في اللي حصل، وفي نفس الوقت ما كنتش أقدر أن أنا أتحمل مسؤولية طفل في جسم راجل كبير وكمان معرفوش. أيما بقولك إيه، في قمر كده من الفرنز بتوعك بيشتغل طيار، ما تعرفيني عليه؟ مها من فضلك أنا مش فايقة للتفاهات دي خالص. في ايه يا بنتي، انا بهزر معاك على فكره. انا اسفه معلش، اعصابي تعبانه شويه اليومين دول. طب ما هرجع اكلمك تاني. باي. لا 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 لا، ايه بتعمل ايه هنا كده يا ماما؟ تسيبيني في لوحدي في قلب الشارع وبتمشي يعني كده؟ ينفع يعني كده؟ ينفع يعني امشي فين؟ جبت عنواني منين؟ ما انا شاطر، انا رحت المستشفى وطنط اللي هناك عارفه عنواننا وجابتني لحد هنا وقالت لي اطلع اطلع ومشي. اطلع اطلع وعنواننا يعني ايه يا ابني؟ انا ما اعرفكش. بص يا حبيبي، انا ما اعرفش انت مين ولا مين اهلك، روح دور على اهلك بعيد عني وسيبني انا واهلي. مامي ازاي يعني يا مامي؟ امشي بقى مامي. عايز ايه؟ مش عايز حاجه، انا همشي. امشي. مش دخليني باي. ما انا هنا باي. انا عايز ادخل. ماما قالك ناوي اروح بقى دلوقتي؟ انا بقى اعمل ايه بقى دلوقتي بقى؟ اعمل بقى ايه دلوقتي بقى؟ وقف. ايه ايه مين انت؟
ما اعرفش. ما تعرفش ولا عارف وما عاوزنيش اعرف؟ ما اعرفش. اكده تبقى ما عاوزنيش اعرف، وعشان ابقى ما اعرفش لازم تفتح عينيك. ما انا مفتح عيني اهو، انت عبيط بقى ولا ايه بقى؟ تفتح عينيك يعني بلغتكم تغمزني. اهو العب ولاني اهو. قول لي يا ابني، انت نازل من انهي شقه؟ شقه. وبتبكي ليه؟ ما توفقتش؟ ما انا لازم اعرف انت نازل من انهي شقه. شقه قدامي يا سيد ابوك. قدامي. قدامي بالنفافيخ ده. قدامي. قدامي العماره اتنلت. انت تاني؟ والله لوريك. زهقت بقى واه يا غزالي. انا متاسفه جدا وحياه ربنا، اصلا انا كنت فاكراك هو. لا ولا يهمك يا ست هانم، انا بس كنت عايز اقول لك انها عماره محترمه. هو انا قلت لك ان هي ماشيه على حل شعرها؟ عايزه ايه مرعي؟ عايز اقول لك ان ما يصحش تدخلي عليكي راجل غريب وانت حرمه عايشه لحالك، عشان دي عماره محترمه. لا انت بقى لحد هنا وتقف خالص ساكت كده.